نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فريق مولودية الجزائر على تتويجه بلقب بطولة المحترف الأول لكرة القدم، حيث كتب رئيس الجمهورية على حسابه الخاص هنيئا للمولودية عميد الأندية الجزائرية بلقب البطولة الثامن في تاريخه، هنيئا لجمهوره الكبير ولطاقمه الفني والتقني، تستحق اللقب عن جدارة. قام سيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى، حيث أشرف على مستوى الميدان الأول للرمي والمناورات بالناحية العسكرية الأولى على مجريات تمرين تكتيكي مركب بالذخيرة الحية الحصن 2024 نفذته وحدة من الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية ووحدة تابعة لقيادة الحرس الجمهوري، وكذا تنفيذ تمرين للقفز المظلي الرياضي بالقاعدة الجوية عين وسارة من طرف الفريق الوطني العسكري النسوي. توفيق عجالي يفصل. البداية كانت من الميدان الأول للرمي والمناورات بالناحية العسكرية الأولى، حيث عقب مراسم الاستقبال استمع السيد الفريق أول مرفوقا باللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى إلى عرض مفصل قدمه مدير التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ. إثر ذلك تابع السيد الفريق أول عن كثب مختلف الأعمال القتالية التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي جيد، يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على المستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة للتمرين في إطار تعزيز الجاهزية العملياتية لقواتنا المسلحة. يقوم قائد الفوج الآلي
في نهاية التمرين كان لسيد الفريق أول لقاء مع أفراد الوحدات المشاركة، أين هنأهم على الجهود التي بذلوها خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، وأكد لهم أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى يستلزمان بالضرورة إيلاء أهمية قصوى لتحضير وإجراء التمارين المختلفة المستويات والخطط، مزديا لهم في الأخير جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها حول ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة. والجزائر السيدة تبني اليوم اقتصادا قويا أساسه أرقام صحيحة وإحصائيات موثقة أو موثوقة وبحثا عن المعلومات الدقيقة لتخطيط استراتيجي وسياسة فلاحية مستدامة تنطلق غدا عبر جميع ولايات الوطن عملية الإحصاء العام للفلاحة. وفي هذا الإطار نظمت اليوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اللقاء الجهوي للغرف الوطنية للفلاحة لوليات الوسط، وهو الاجتماع التحضيري الخامس والأخير قبل عملية الإحصاء العام تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة. العملية التي ستنطلق غدا وتستمر إلى غاية 17 جويلية القادم سخرت لها جميع الإمكانات البشرية واللوجستية بهدف وضع سياسة استشرافية تسمح بتنمية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي. يشهد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية ديناميكية غير مسبوقة على سواء من حيث المقاربة الجديدة لتأطير ودعم الاستثمار الفلاحي أو من جانب استعداد الفلاحين والمتعاملين لرفع التحدي للإنتاج واكتفاء الذاتي في المنتوجات الاستراتيجية من أجل تعزيز أمننا الغذائي. لهذا الغرض جندت الدولة كل إمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية المحورية التي ستمكننا من معرفة قدراتنا الحقيقية وبناء سياسة تنموية ترتكز على بيانات ميدانية دقيقة. في ولاية المدية قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بزيارة تفقدية إلى مجمع صيدال ببلدية وادي حربيل، حيث أشرف رسميا على يوم علمي حول الإنتاج الأولي ضمن مشروع فونيكس بيو تكنولوجي في إطار إنتاج المواد الصيدلانية والمكونات من التراث الجيني. كما سيقوم الوزير بزيارة تفقدية لوحدة إنتاج المضادات الحيوية التابعة لمجمع صيدال بالمنطقة الصناعية حربيل والمتخصصة في إنتاج المضادات الحيوية البنسلينية وغير البنسلينية والتي يرتقب استلامها شهر جوان القادم. في إطار الشراكة الطبية مع المؤسسات الصحية الأجنبية تم اليوم إبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمركز الاستشفائي الجامعي بروغمان البلجيكي، حيث تأتي هذه الشراكة في سياق الحرص الشديد على توفير الرعاية الصحية لجميع المرضى الجزائريين وإمكانية حصولهم عليها على مستوى المؤسسات الصحية ذات السمعة الدولية. كما يشكل هذا الحدث خطوة هامة في مسار تنويع المؤسسات الاستشفائية الأجنبية التي تستقبل المرضى الجزائريين ونقل التكنولوجيا إلى الجزائر للتكفل بالأمراض المعقدة والمستعصية، وذلك بحضور وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، وزير الصحة عبد الحق سايحي، سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي. تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بحزن عميق نبأ انتقال الصحفي السابق بالمحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري بورقلة محمد بوسيحة إلى جوار ربه.
وعلى إثر هذا المصاب تتقدم المديرية العامة للاتصال بأخلص تعازيها وعميق مواساتها إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. هذا ويتقدم المدير العام للتلفزيون الجزائري النذير بقابس إلى عائلة الفقيد وزملائه بالتلفزيون بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون. دوليا، وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يدخل العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة يومه 25 بعد 200 بارتكاب أبشع المجازر في حق المواطنين الأبرياء، حيث شنت فجر اليوم الطائرات الحربية غارات عنيفة على مناطق متفرقة بمخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 فلسطينيا وإصابة 30 آخرين بالضفة الغربية، واستشهد فلسطيني وأصيب 8 آخرون الليلة الماضية في قصف نفذه الطيران الصهيوني على منزل في مخيم جنين. يتزامن هذا مع تأكيد منظمة الصحة العالمية أن مواصلة إغلاق معبر رفح وعدم القدرة على الوصول إلى معبر كرم أبو سالم من شأنهما زيادة نقص الإمدادات الطبية لفرق الطوارئ في غزة. في كرة اليد تلعب مباراة نهائية الكأس الممتازة رجال وسيدات، الحدث الذي يجمع كل موسم المتوجين بلقبي البطولة والكأس. نهائي اليوم ستحتضنهما قاعة حرش حسان بالعاصمة، حيث تواجه في هذه الأثناء سيدات نادي الأبيار فتيات بومرداس. أما نهائي الرجال فسيجمع أولمبي مدينة عنابة بوفاق عين توتا. هذا ويمكنكم متابعة نهائي السيدات على المباشر على القناتين السادسة الشبابية وكانال الجيغي، أما نهائي الرجال فتتابعونه على المباشر على القناة السادسة الشبابية بداية من الساعة 17:00 مساء. وضمن منافسات طوافي الجزائر 2024 كان الفوز جزائريا، حيث نالت العناصر الوطنية الأقمصة الثلاث، يتقدمهم الدراج أيوب فركوس الفائز بالمرحلة السابعة، نفس الدراج نال القميص الأزرق، أما حمزة ياسين فاز بالقميص الأخضر كأحسن دراج سرعة محافظا على ذات القميص، بينما حافظ الإريتيري ميرون تيسهوم هاغوس على القميص الأصفر في سباق جرت أطواره بين ولايتي سطيف وقسنطينة على مسافة 129 كيلومترا بمشاركة 69 دراجا من 16 فريقا. هذا وتجري المرحلة الثامنة من طوافي الجزائر غدا بين ولايتي قسنطينة وسكيكدا على مسافة 117 كيلومترا و400 متر. اختتمت اليوم بقصر الثقافة مفدي زكريا فعاليات شهر التراث بحضور وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي وباحثين وفاعلين في مجالي الثقافة وحماية التراث. فعاليات شهر التراث الذي ميزته أنشطة عديدة ومتنوعة في مختلف ربوع الوطن شهدت تكريم أهم الباحثين في التراث والأثار مع منحهم وسام البحث الأثري أقول نذير إسهامهم في اكتشافات جديدة وإثراء المشهد الثقافي الجزائري، بالإضافة إلى منح شهادات تكوين متخصصة لفائدة القضاة المشاركين في الدورة التكوينية في مجال حماية التراث الثقافي. إن جهود قطاعنا الوزاري في مجال حماية التراث الثقافي إنما هي تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والقاضية بتعزيز حماية تراثنا الثقافي والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها. ونحن نشهد اختتام فعاليات شهر التراث نؤكد وبكثير من التقدير أن شهر التراث هذه السنة قد شهد جودة في المحتوى العلمي والثقافي، لا سيما في الندوات والورشات العلمية المنظمة من طرف مختلف المؤسسات الثقافية والمتحفية. حماية التراث الثقافي الذي يمثل هوية الأمة ويشكل ركيزة أساسية لحاضرها ومستقبلها. لقد برزت حماية التراث الثقافي في أجندة العديد من الدول ومن بينها الجزائر كإحدى المواضيع التي تحظى بالرعاية والاهتمام. بهذا نصل إلى ختام النشرة، ألقاكم في نشرة الخامسة، السلام عليكم.